الذهنيه كده معاه، نحاول نعمل عمليه ديتيل ديزاين بنخلق الاستراكشر بالنسبه للسيستم والباث والكومبوننتس، ونعمل انتجريشن لهذه الكومبوننتس ان اوردر تو جيت ذا ديزايرد فلور اوف ذا سيستم. اذا السيستم انجينيرنج اورجنايزيشنز must take the lead and ensure that these task requirements are completed and effective, efficient and timely. اذا الغرض من الاورجنايزيشن السيستم انه كيف يوزع الاكتيفيتيز الموجوده عندنا، نقطه مختلفه بالنسبه للسيستم انجينيرنج، ومن هو الفرق اللي يكون مسؤول عن تنفيذ هذه الاكتيفيتيز، الديبارتمنت المختلفه، بمعنى انه في الاورجنايزيشن ما فيش عندي ديبارتمنت خاص وحيد هيكون مسؤول فقط عن السيستم انجينيرنج، كل الاقسام المختلفه الموجوده عندي الديفرنت تيمز هيكونوا مسؤولين عن من؟ عن تنفيذ السيستم انجينيرنج. اذا احنا محتاجين نعمل اساينينج لهذا التاسك على هذه الفرق المختلفه بحيث ننجز هذه الوظيفه بشكل فعال وكفو وبحسب السكيدجولز المحدد لتنفيذ هذه المهام. In other words, system engineering organization must be able to work with influence and inspire many other groups. اذا بمعنى انه الاكتيفيتيز هتوزع على different teams، وبالتالي هيكون عندي ال organizations المطلوب هو انه كيف بنعمل عمليه تتبع او تعقب لتنفيذ هذه الاكتيفيتيز. من خلال ال organization ايضا احنا بنحاول نخلق effective communications links. اذا عمليه التواصل بين الفرق المختلفه بيكون عندي بشكل كفو ايضا وبشكل فعال. بالنسبه للانفورميشن عندنا بتكون عندي السريان الانفورميشن بين ديفرنت ديبارتمنتس او ديفرنت اكتيفيتيز بشكل سهل وسلس، وبيكون عندي كونكرنت بالنسبه لتنفيذ الاكتيفيتيز. الشكل اللي امامنا بنحاول من خلال اذا الكاستمر يوزر او الكاستمر بنحاول نحدد الديفرنت ريكوايرمنتس فور ذا سيستم، ومن خلال الكونتراكترز اللي ممكن من خلال الكونتراكترز او الكونتراكترز بنحاول نوزع المهام او تنفيذ نقسم العمل على مجموعه من الاشخاص اللي يقومون ببناء المهام او باداء المهام. For example, management, engineering, production, quality, logistics, and distance operations. بنلاحظ من خلال الدوت لاين هذه كيف عملية التواصل بين هذه الفرق المختلفة سريعة الانفورميشن بالشكل المطلوب. وكمان أقسامنا بتقول إيه كل الأقسام لأنه عندنا different disciplines بالنسبة للسيستم انجينيرنج، ممكن يكون عندي سيفل، أكاونتنج، مانجرز، او مانجمنت اشور، موجود عندي الكواليتي، المانيفاكتشرنج، السيفل انجينيرنج، برودكشن، ماتيريالز، ديفرنت اكسبيرينس. وبالتالي احنا محتاجين نربط هذه الفرق بشكل كفو بحيث يتم اداء المهام والانشطه هذه بالشكل المطلوب. الورد بريك داون ستراكشرز بيمثل لي سيستماتيك اورجنايزيشن اوف بروجكت تاسك، اذا عمليه تنظيم بشكل فعال لكل الوظائف اللي ممكن تتم من خلال السيستم انجينيرنج. بنحاول في الورد بريك داون ستراكشرز من خلال انه احنا نقسم العمل الرئيسي الى مجموعه من الانشطه الفرعيه اللي ممكن تكون في الاخير الهدف اللي بنسعى له، ونمثله من خلال انيشال بريك داون ريبرزنتيشن. اذا هيكون في عندي تمثيل لكل الاكتيفيتيز الموجوده عندي بالنسبه لنا للسيستمز، يعني بهذا الشكل بنشوف انه السيستم بروجكت، وبننتقل من السيستم بروجكت الى سب سيستمز A، كومبوننت A1، كومبوننت A2، سب سيستم B مثلا، كومبوننت B1، من خلال يعني نوزع كل العمل الى مجموعات ونحاول نشوف كل الاكتيفيتيز اللي ممكن نقوم بها في كل نشاط او في كل فعل. اذا بنشوف السيستم هنا اللي هو عباره عن اللي هو السيستم ليفل 1، بنتكلم عن السيستم بروجكت. لما نروح ننتقل لليفل نمبر 2 بنتكلم عن سب سيستمز او سيستم برودكتس.
في الليفل هذا الديب 3 ممكن نتكلم عن سب سيستم A, سب سيستم B وسب سيستم C. إذا السيستم الأساسي مكون من different سب سيستمز, ممكن يكون عندي أكثر من نظام. هذه الأنظمة تشتغل بتكنيكس أو تكنولوجيا مختلفة, ممكن نعمل أساين لهذه الأكتيفيتيز into different teams حسب الاحتياج طبعا بالنسبة للعمل. في الليفل 3 لما ننزل السيستم راح نتكلم عن كومبوننتس AR4. في AR4 ايضا ممكن نتكلم عن سب كومبوننتس او بارتس نسميها. وكذلك في الليفل 5 اللي هو عباره يمثل هنا عباره عن كومبوزيشن لمن للكومبوننتس. الكومبوننتس هذه مثلا A بننظر لها من حيث الفانكشنز اللي بتقوم فيها الكومبوننتس او الباث, من حيث الديزاين طرق التصنيع بالنسبه لها, عمليه الايفالويشنز او الاختبارات والتوثيق اللي هي البروسيس اللي بتتم بشكل عام. في الكومبوننتس نمبر 2 مثلا راح نتكلم لاحظ عن الترقيم اللي عندنا اللي هو المستوى الاول 1, المستوى الثاني 1-1, المستوى الثالث 1-1-1 وهكذا بهذا الترتيب اللي عندنا. هذا هو عباره عن المستوى الخامس الليفلز. هنا الليفلز مش بالضروره نعكس لي عمليه الديكومبوزيشن نفسها في السيستم انجينيرنج, لكن بنحاول نعكسها هنا من خلال الورك بريك داون ستراكشرز, كيف بنعمل هنا بشير ريبريزنتيشنز للديفرنت اكتيفيتيز اللي ممكن نقوم فيها في السيستم انجينيرنج. اذا بالورك بريك داونز احنا بنحاول نقسم العمل الى مجموعه من الاعمال اللي ممكن تتم بعدين بشكل متزامن. Hierarchical breakdown of the work necessary to complete the project. The work breakdown structures is a product-oriented family tree that leads to the definitions of functions, activities, tasks, subtasks, work buckets, and so on. The work breakdown structure should be product-based hierarchical divisions, and work breakdown structure should contain the product breakdown structures. اللي هو ممكن نشوفه من خلال هذا الشيء, ممكن نوضح منه. هذا الشكل اللي امامنا بيمثل لي البرودكت بريك داون ستراكشر. هنا لما نروح نعمل عمليه ديكومبوزيشن لهذا البارس اللي هو عباره عن فلايد سيجمنتس, ممكن نتكلم عنه من خلال فلويد اليمنتس, السبيس كرافت بارس او لانش اكومنديشنز. وكل جزء من هذه الاجزاء ممكن نتكلم عنه من خلال مجموعه من الباكس اللي ممكن يكون. نتكلم عن السبيس كرافت باكس, نتكلم عن الستراكشرز, عن الباور, عن الالكتريكالز, ثيرمالز, نتكلم عن الكومباند, الداتا, الجايدنس, البروبيزيشن ميكانيزم و اذر انفورميشنز. وهكذا بالنسبه اذا هذا لما نقسم الجزء او السب سيستمز الى مجموعه من الاجزاء بهذا الشكل نعبر عنها هي عباره عن برودكت بريك داون ستراكشر. ممكن يكون عندي بنفس الطريقه ممكن راح نقسم ايش؟ الوور بريك داون ستراكشرز. لما يكون عندي نشاط او سيستم انجينيرز مقوم او نشاط مكون من مجموعه من الفعاليات, ممكن نقسم هذه الفعاليات الى اقسام ونشوف نعمل لها جروبين بحسب السيناريوز اللي ممكن تتم او بحسب الايفنتس اللي ممكن تتم بالنسبه لنا للسيستم انجينيرز. At the lowest levels are products such as hardware items, software. بالنسبة للسيستم انجينيرنج كنا بنشوف as well بالنسبة لليفل 1, ليفل 2 اللي هو عبارة عن السب سيستمز, والليفل 3 اللي هو عبارة عن البارتس أو الكومبوننتس. هذه البارتس أو الكومبوننتس ممكن تكون عبارة عن hardware items, ممكن يكون عبارة عن software items أيضا اللي قالوا و information items. Work breakdown should be cut down to the cost account levels. اذا لازم في الاخير احنا مثل عمليه التقسيم انه نعمل assigning للكوست لكل اكتيفيتي صديق, يعني بمعنى انه ممكن نعمل evaluation للهول cost of the system من خلال هذا المخطط اللي هو عباره عن work breakdown structures. الشكل اللي امامنا بيعطينا بشكل مبسط
summary work breakdown structures لما نتكلم عن system levels نعمل decomposition بالنسبة لهذا السيستم إلى different subsystems ثم level 3 اللي هو عبارة عن functions أو components أيضا اللي ممكن تكون مكونة من هذا السيستم. الكونتراكت أيضا عندنا contract work breakdown structures ممكن يكون عندي عبارة عن هذا هو عبارة عن subsystems مجموعة من الأكتيفيتيز أو الأنشطة في المكونة من subsystem وكيف نعمل subcontract بالنسبة لهذه الأجزاء with different subcontracts in order to perform these activities. In developing a work breakdown structure, care must be exercised to ensure that a continuous flow of work-related information is provided from top to down. دائما الانفورميشن بيكون عندي بحسب التقسيم على الاسفل بيكون عندي الانفورميشن بنفس الطريقه. All applicable work is represented. بنحاول نمثل كل الاكتيفيتيز اللي ممكن تكون موجوده عندي في اللي بنحتاجها من خلال السيستم انجينيرنج. Enough labels and provide to allow the identification of all defined work packets. إذا بنحاول نعمل عملية grouping للworks وبنعرف هذه المجاميع أو الحزم بالنسبة للعمل من خلال الـ cost المطلوبة لتنفيذ الأنشطة، أيضا الـ schedules for timing controls. بنحاول دائما إنه نبتعد عن duplications of work efforts، إنه نعمل نكرر نشاط معين. وبنحاول من خلال انه دائما نبتعد عن عمليه التكريم لانه عمليه التكريم تعني في الاخير انه زياده كلف بالنسبه للسيستم انجينيرنج. الشكل اللي امامنا هو بيوضح لي كيف عمليه التقسيم اللي ممكن تتم من خلال السيستم انجينيرنج لما ننظر الى الليفلز 1 اللي هو عباره عن سيستم مكون من 3 سب سيستمز اكس واي زد. هذا هو عباره عن assigning numbers فقط أو كود موجودين. في السيستم ليفل 2 نروح للسب سيستمز بنتكلم مثلا عن السيستم بروجرامز مانجمنت ومن خلالها ممكن نروح نتكلم عن البروجكت مانجمنت كونفجريشن مانجمنت داتا مانجمنت كونتراكت مانجمنت سبلاير مانجمنت. إذا هذه الفانكشنز أو الأكتيفيتي قسمناها لمجموعة من الأعمال أو الأكتيفيتيز سبلاير. لما نتكلم عن الديزاين اند ديفلوبمنت اكتيفيتي اذا بنتكلم عن السيستم انجينيرنج ديزاين انجينيرنج انجينيرنج سبورت الانتجريشن لوجيك سبورت الكمبيوتر سبلايز اوف ان دي سوفت وير مثلا. لما نتكلم عن الفاسيلتيز المختلفه اللي نحتاجها نتكلم عن الانجينيرنج كونستراكشر كابيتال اكويبمنت فاسيلتيز مينتنس برايم ميجر اكويبمنت ممكن يكون عندي هو عباره عن سيستم A، سيستم B، سيستم C، والسيستم B هي المسؤوله عن الـ general او الـ purpose of assistance. السوفت وير، operational سوفت وير، maintenance سوفت وير، special سوفت وير. اذا هنا عملنا organization لمن او break down systems وحاولنا الاكتيفيتيز المتشابهه انه نجمعهم مع بعض حتى لو كانت من different levels حاولنا نجمعهم مع بعض لانهم متشابهين بنفس الوقت. هذا التبديل هو عباره عن work breakdown structures بالنسبه للتقسيم بالنسبه للسيستم engineering activities. التبديل ده عشوائي دكتور؟ ها؟ التبديل ده عشوائي؟ ليش؟ التبديل ده الكود هذا signing any numbers عادي بس يكون في عندي هذا مثلا 100 معناته هذا الليفل نمبر 1 هنا الليفل الاول بيعنيني الليفلز بس بالنسبه للسب سيستمز عندي بياخذ نفس الرقم يعني قد تكون الاول يعني اتش هنا معطينا الاتش هذا هو عباره عن السب سيستمز هذا هو الاكتيفيتي هذا بحاول اعمل الساين يعني في تطبيق متتابع نفس السلسله يعني هنا موجود عندي السب سيستم هو عباره عن دي هذا الليفلز اللي هو هيكون 3 لكن هو يتبع السب سيستمز دي كله بنفس الاسلوب يعني بنفس الطريقه هنا عندنا بالنسبه للكونتراكت
لما يكون عندي ماني سب كونتراكت. In summary, the work breakdown structures provides many benefits. The first one is the total programs or system can be easily described through the logical breakout of its elements. إذن من خلال هذا التمثيل اللي هو الورك بريك داون ستراكشر نستطيع نعبر عن السيستم ككل او الاكتيفيتيز الموجوده عندي في السيستم بشكل ممكن يكون عندي اقرب الى الفهم ويكون عندي سهل عندي عمليه الاساينينج. ايضا لما نيجي نحسب الكلفه ممكن من خلال توزيع الكلفه على هذه الانشطه المختلفه يسهل حسابها. The discipline associated with the development of the work breakdown structure provides greater probability that every program activity will be accounted. نحاول كنا نعمل grouping different activities خلال groups أو نكون work breakdown groups من خلالها نعمل عملية similarities الموجودة ممكن تكون عندي بالfunctions أو ممكن تكون عندي التشابه في الوظيفة. نحاول من خلال نعمل هذه الجروبس بيسهل علينا عملية التعاقب أو تتابع تتبع السيستم. Work breakdown instruction is an excellent visions. تعملنا عملية linking between program objectives and activities. إذا بنحاول نشوف كل الريكوايرمنتس الموجودة في السيستمز والاكتيفيتيز اللي احنا نعمل فيها بنحققها أو لا. The work breakdown structure facilitates the initial allocation of budgets. إذا بنحاول نوزع الكلفة بنحاول نوزع الاستثمار على ال different activities بشكل صحيح بشكل سليم يعني بشكل عام ممكن أقول الresources المتوفرة ممكن نوزعها على different activities بحيث نحقق requirements بشكل صحيح. Work breakdown structure provides an excellent matrix for assignment of tasks and work packages to various organizational departments. إذا لما نجي نوزع المهام أو نعمل sub contract بيكون عندي سهل من خلال ال work breakdown structure وال grouping أو work packages اللي عملناه بيكون عندي عملية توزيع المهام أو توزيع الأنشطة بشكل سهل. Work breakdown structure is an excellent vision for the reporting of system technical performance measures. لما نروح نغير الاداء للديفرنت جروبس او تيمز الموجود عندي بيكون تتبعهم بشكل صح بشكل سهل لانه ممكن نعمل عمليه قياس او اختبار للاداء بشكل سهل. Development of program schedules. الغرض انه احنا هنا راح نعمل عمليه assigning للتايمز المطلوب for any events or activities. هذا يتم من خلال المجموعة من الميثودز اللي ممكن احنا نشوفها تقريبا في عندنا 7 ميثودز عشان نعمل السكودلينج تتابع من السيكونس اللي بيتم في تنفيذ الانشطه المختلفه وكذلك نعمل اساينج للتايم المطلوب لتنفيذ هذه الانشطه. هذه الميثودز اول ميثود عندي هي عباره عن البار شارت. واضح عندنا من الشكل عندنا مجموعة من الأكتيفيتيز اللي ممكن نقوم فيها. هذه هي عبارة عن الأنشطة اللي ممكن نقوم فيها وهنا عملنا assigning متى هتبدأ الأكتيفيتي ومتى هتنتهي. هذا يشبه جان شارتس لكن احنا سميناه عبارة عن بار شارت لأنه ما فيش عندي فقط بيوضح لي التايم سبان الفترة الزمنية اللي بيحتاجها والنشاط الموجود عندي فيسمى بار شارت. يعني مثلا الاكتيفيتي نمبر 1 هتبدا في شهر 1 مثلا وتنتهي تقريبا بشهر 2. الاكتيفيتي نمبر 2 تبدا تقريبا من نهايه شهر 1 والى تقريبا بدايه شهر 4 وهكذا. ففقط هنا بنحدد السيكونس متى تبدا الوظيفه ومتى تنتهي وبنحدد ايضا في هذا المخطط التايم سبان اللي هو الفتره الزمنيه المطلوبه لانجاز هذا الاكتيفيتي. ميلستون شارت هو نفسه تقريبا الشارت الاول بس اختلف عن في ايش؟ نحدد في بوينت السيكونس التتابع لتنفيذ الاكتيفيتيز المختلفه
وبنحدد فيه بالفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع. موجود عندي ايش؟ الميلستونز نسميها او البيس لاينز اللي حددناها، بنحددها هنا وين بناخذ عملية الجيتنج او الجيت جول.